طيب، مهم جدا وانا بتكلم مع حضراتكم ان انا اصنف مع حضراتكم خلال الفتره اللي جايه الاعلام من وجهه نظرنا طبعا. هناك اعلام بيدعي ان هو اعلام محايد، وهناك اعلام فئوي بينتمي للمنافس. لما يبقى عندك اعلام فئوي بينتمي لنادي منافس ليك، لما تيجي تتكلم وانت بتتكلم لازم تبقى واخد بالك انت بتتكلم على مين. وجهة نظري انا بقولها وبقولها لجمهور الاهلي، الباقيين يسمعوها ان انا بقولها نصيحتي يعني، او كلام بيني وبين جمهوري، بين جمهور النادي الاهلي. الباقيين بيسمعوا انا عارف ان هم هيسخنوا على الكلام اللي انا بقوله ده، معرفش ليه، ولكن انا بكلم جمهور الاهلي هنا، ماليش علاقه باي حد تاني، لانه النادي الاهلي تاعب قله من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. هم موجودين هنا عندنا للاسف، انجازات وانتصارات النادي الاهلي خاصه في المسابقات القاريه هيطلع يقول لك ايه، اصل الحكام، اصل اطهر الطاهر، اصل مش عارف مين عمل ايه. الاهلي بيواجه فرق كتيره ومتنوعه بالمناسبه، فبيخلي القله دي كل يوم بتشجع فريق. وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، امبارح كانوا متابعين كويس جدا مباراه سان داونز والوداد عشان يعرفوا هيشجعوا مين. خلاص، القله دي معاهم البعض بيقودهم، البعض دول تاريخهم مليء بملفات التعصب والاستفزاز والتحريض. يا جماعة عايزين نبعد عن هذه الأمور، عايزين نبعد عن التعصب خلال الفترة اللي جاية. انت مالك ومالي، بدل ما انا مش عايزك تقف معايا، ومش عايزك تتكلم عن نادية، ومش عايزك تقول ان انا احسن نادي في مصر، ومش عايزك تقول ان انا الافضل في افريقيا، مش عايزك تبعد عني خالص يا اخي. انا مش عايز حد يتكلم عن النادي الاهلي ويبث سمومه من خلال السوشيال ميديا على الفيسبوك، ويقول لك انتوا خلاص وصلتوا على اللي انتوا عايزينه، هتلعبوا الوداد. الوداد، الوداد فريق قوي جدا، بعدين هبقى اتكلم في هذا الامر، لكن خليني اقول لحضراتكم ان لازم تاخدوا بالكم من مثل هذه الامور. اصلا يقول لك ايه، انتوا مالكوش حجه، النادي الاهلي مالوش حجه، رايح جاي بقى وبحضور جماهيري ومش عارف ايه، والمباراه كامل العدد ان شاء الله ربنا يكرمنا، ولكن هذه دي كره قدم. النادي الاهلي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه، لكن هذه هي كره القدم كده. لكن السؤال الاهم اللي بيفرض نفسه هو انت مالك، او خليك في ناديك، خليك في اللي بيحصل عندك، خليك في اللي بتشوفه عندك، خليك يا أخي. أنا لا أعرف، الناس كتيرة جدا بتكره النادي الأهلي، أو ناس كتيرة من بعض من لا يشجع النادي الأهلي بتكره النادي الأهلي. بقدر كرههم للنادي الأهلي، لو حبوا ناديهم صدقوني هيوصلوا لأفضل من اللي هم فيه. حب ناديك بس، مالكش دعوة بالنادي الأهلي خالص، انت ولا طرف في المباراة ولا بتشجع النادي الأهلي، انت ما بتعملش حاجة غير انت بتحرض ضد النادي الأهلي فقط. يا اخي بدل ما تقول ايه، اشوف فرقتي بقى ونركز واقفل على فرقتي ونشوف الفتره اللي جايه فيها ايه، يمكن نوصل للنادي الاهلي او نقرب من النادي الاهلي، لا، طالعين وبشكل مستمر. وكمان يقول لك ايه، نصايح وروشتات. وتخيل حضرتك ان مثير الفتن بيدوا نصايح دلوقتي. ف الحقيقة أتمنى أن كل هذه الأمور تقف تماما، وحفضل أرد وحفضل. في ناس تقول لي إسلام يعني مش من المفترض أن أنت ترد على هذا الكلام، لا، أنا لازم أرد، لأنه هنا ما يخص النادي الأهلي هرد عنه، لكن ما يخص أشخاص أنا مش هرد. يعني لو حد بيقولك أصله فلان الفلاني ده كذا أو فلان، لا، أنا هرد عن النادي الأهلي، ولكن مش هرد عن أشخاص. وهرد زي ما بتكلم مع حضراتكم، هناك فارق كبير. أنا مش هخش في سجال مع حد، ولا هقول ده بيقول كذا ولا بيعمل كذا فأنا أطلع أرد، لا، أنا اللي بيتكلم عن النادي الأهلي برد عليه زي ما حضرتك شايف كده، بأخلاقنا وبمبادئنا وبطريقتنا، بعيدا عن كل اللي أنت عمال تقوله، وبعيدا عن اللي أنت هتفضل تقوله الفترة اللي جاية. يعني أنا ممكن أطلع أقول لك هو فريقك فين من هذه البطولات، ولا عشان ما فيش احتواء في هذه البطولات فالاحتواء كان موجود السنتين اللي فاتوا في حتة تانية. أقدر أرد بطرق كثيرة جدا. أنا من هنا بحذر مرة تانية، تصرفات هؤلاء الناس
يعني هتودينا في سكة مش لطيفة، لأن إثارة الفتن سهلة جدا. كعادة هؤلاء الناس بيثيروا الفتن والناس سايباهم يعملوا اللي هم عايزينه. ولما تحصل المشكلة يقول لك إيه؟ ده في تراشق ما بين قناة الأهلي والقنوات الأخرى. ويتنصلوا من اللي هم قالوه. والعكس صحيح، إن إحنا أنا برد عن نفسي. أنا بتكلم عن النادي الأهلي دايما. لكن أنت من دلوقتي أهو الناس بتحاول تعمل قصص ما بين جمهور الأهلي وجمهور الوداد، دي حاجة ودي حاجة. هتفضل تحاول تعمل كده وهتفضل تثير الفتن، هنفضل نرد ونتكلم بهذا الشكل لكن بطريقتنا وبأسلوبنا.